قبل الفاصل اتكلمنا انا وحضرتك في نقطه مهمه، هي فكره الحملات اللي دايما بتبقى على الاهلي وفترات كده، كل شويه يطلع لك حمله ما تتحدث عن بعض الامور، ويطلع حد يقول لك خد المعلومات دي وخد الحصريات دي ومش عارف ايه، ومش عارفه مين متخانق مع مين من مجلس الاداره، وعندنا مشاكل هنا ومشاكل هنا. حاجه اصبحت يعني اتعودنا عليها وبقت دمها تقيل وبقت سخيفه وبقت تضحك في بعض الأحيان التانية يعني. فبتشوف ده سبب وإيه في الأول وفي الآخر، والغرض منه إيه أصلا؟ طبعا يعني نمرة واحد يعني نتائج الفرقة دي فرصة لناس كثيرة بتتكلم تتكلم دي فرصة الناس تفتح بقى بقها علينا يعني، بمعنى تتكلم أصح يعني. وده يعني شيء يعني ما تعودناش عليه من الاعلام ومن السوشيال ميديا في حاله الاهلي لما بيكون مكتسح الملعب. صح، يعني ما بنشوفش فعلا كلام بيتقال حاجه زي كده لما بيبقى الاهلي واللي هو الطبيعي بتاعه يعني بيكون محقق الانتصارات. بيبقى في اشادات وفي اجواء تانية خالص وايجابيه يعني عليها. دي بتبقى مجاملات او محسوبيات ولا بتبقى لا ايه بالظبط؟ هي السوشيال ميديا بقى يعني بقى داء في كل بين كل الناس وكل واحد. بس انا لا اتحدث هنا وما بتكلمش عن السوشيال ميديا، انا بتكلم عن بعض الاشخاص واللي لهم بالزبط. يعني قيمة في المجال الرياضي، ومن غير ما نسمي حد حضراتكم أكيد عارفين نتكلم عن مين. من غير قيمة ولا حاجة يعني هنقول كده احنا في التلفزيون يعني أستاذ سامي وبعدين ماشي اتفضل. في ناس بتشعبط في النادي الأهلي طبعا في شخصياته للفت النظر. صح، يعني مش لاقي حاجة عندها بتشعبط في النادي الأهلي وشخصياته وأبنائه بأي كلام. صح، وده يعني شيء مثير للضحك زي ما أنت بتقولي يعني. بس أنا على ثقة إن جماهير الأهلي فاهمة طبعا كويس قوي. على فكره هما بيدخلوا يردوا، يعني عايز اقول لك النادي الاهلي مش محتاج تصريح رسمي، النادي الاهلي عنده جماهير هما الدرع. انا بكلمك بجد بالزبط. هما بيخشوا يردوا اصلا بالزبط. يعني الموضوع ادفى من الواحد يلتفت ليه فعلا. فهو بالظبط دي جبت ننهيها بقى كده جبت خلاص فعلا ادفى من الواحد يتعامل معاه، ويعني تشتيت لجهود الفرقه وجهود النادي الاهلي وادارته فيما هو مستهدف يعني. فيعني ده الكره ما بقتش في الملعب بس، بقت في تصريحات وكلام فارغ وكلام مضحك. بس الناس اللي فاهمه كويس هتلاقي ان الكلام ده لا قيمه له مع فريق يعني بيسعى انه يكون في احسن حالاته. وهو مركز في نفسه، الاهلي الحمد لله طول عمره مركز في نفسه بالزبط. لا يلتفت اصلا ان نجاحات غيره او اخفاقات غيره، هو مركز في نفسه. بس للاسف اللي بيركز في نفسه الناس هي اللي بتبقى مركزه معاه. الرياضه نجاحات واخفاقات مساله عاديه جدا.